عملونا بس الزاوية دي فاضية ان شاء الله. يلا شباب مهارات التواصل. مهارات التواصل يعني غاية المحاضرة أشياء اللي كنت وقفت له ورايح طريقة هو رايح مثلا أنا رايح من أطميل لا مبالاة ما في اهتمام بدون مسؤولية فبيكره كمان الناس بالشغل حزانه وطالع على حزانه الله يعطيك العافية وبصير يحب كذا شرطة تضيع تمام بيت إسماعيل وبيت حسيان وبيت محمد وبيت شو في حدا على الموضوع؟ قلت له أنا مالي علاقة فتوقف صار يروحوا خيو فلان هدي لي مزرعتي فلان كذا فلان حكى علي أو محبة الناس هي الثقة تبعنا وهي القوة تبعنا وقت اللي أنا بروح صاروا معي بصفي وقت اللي فلان بده يصير ينضغط وما بروح وبروح ما بروح يكمل لنا فما بصير نتحيز لانه ترى التحيز مشان صوت المولي الموضوع ضغط اذا في شباب بده يتواصل غير بس هلا بيجينا تواصل باللباس ذهنه منفتح وعم يحاول يتعلم طبعا نحن كلنا بدنا نتعلم وقت الواحد ما صوته مهزوزه مبين انه خايف حركي التعابير هذول الاجانب برا مثل اذا بده يتصور اعتدى عليه بس عامل هيك محترس يعني ما بتعرف ايمت بده يغلط المسافه اللي دائما بين المستقبل والخاطئ من اسمها مبين انه لا يدخلها الا الاشخاص الحميميين المنطقه الثانيه النطاق الشخصي من ال 45 سم لل 120 الشبكه الاجتماعيه وتمتد من ال 120 ل 3.5 او 3.7 مؤيد شو بيوقف على واحد ثلاث خطوات وبيحكي معه بيتلقى تعليمات او بيوصله نحن عناصر قياده شرطه محافظه ادلب الحره نقوم بتلقي المحاضرات في فرع التدريب بالمركز التابع لقيادة شرطة محافظة أدلب تلقينا من السادة الضباط المحاضرات عن إدارة مسرحة الجريمة ومن ثم التواصل الاجتماعي وحسن المعاملة مع المواطنين وكيفية التعامل في مراكزنا جميعا ونحن حسب اختصاصنا بمركزنا مركز المرور بحزانه نقوم بتسهيل حركة مرور السير ونقوم بنفس الوقت بفتح المجال إلى السيارات الإسعافية والدفاع المدني وتلقينا الدورية تلقينا المحاضرات على أكمل وجه فما يقارب بعدد الموجود في القاعة 30 مركز وتلقيناها على أكمل وجه ونتأمل أن تكون هذه المحاضرات مفيدة للتعامل مع الأشخاص المدنيين عن طريقة التواصل الاجتماعي ونكون شرطة مجتمعية حديثة على أكمل وجه ونكسب رضا الناس ومعاملتنا للناس في الوقت الحالي بطلع. 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 بطلع.